طيب بسم الله الرحمن الرحيم. المجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبر، أجل الشفاء للجرحى والمصابين. نتمنى عودة حميدة للبلد عقبال الشباب المتغلين، إن شاء الله قريب نفرح بفرحتهم زي ما نحن فرحنا بخروجنا. الموضوع كان صبيحة 8 مارس اللي هو قالوا في عسكري من الاستخبارات تابع للقصر الجمهوري، هو كان بيرصد في الظواهر السلبية زي ما هم بيقولوا، فحصل عليه تهجم من قبل الثوار. فبالنسبة لي أنا كل الحراك كان يوم 8 مارس كان من قبل مرة حراك سلمي، الوجهة كانت القصر الجمهوري، ما شفنا أي شكل اعتداء على أي زول، ولا حصل لاحظنا إنه يا أخي زول تم ضربه، بل بالعكس تماما الناس كلها كانت راجعة سالمة، إلا كان في بعض المصابين فقدناه في الجودة. فنحن اصلا ما سمعنا بالخبر بتاع وفاة الاستخبارات ابدا. بعد ذاك هو المواكب بقت مستمرة عادي بشكل مستمر. كان تعرض لنا اصابة يوم 21 مارس من قبل طالب النقيب، ما بنسى اصلا ابدا موقفه. فبعد ذاك سافرت واخذت رحلة العلاج بتاعتي، استدامت غرابة 3 شهور، فكنت مفترض ارجع لرحلة العلاج، لكن قدر الله ما شاء فعل، تم اعتقالي السلطات الانقلابية دي، تم اعتقالي من داخل المسجد صلاة الفجر. جات قوة تعرضت علي أنا والمطالب من المسجد، فودوا علي بالضرب من تسانيو تحرك معنا. فقلت لهم انتوا شنو دارين، شنو في، شنو الحاصل، شنو؟ قال لي ما في كلام. قلت لك طوالي هو القوة دي ربطتني في عيوني ورموني في البوكس. في بكاسي تاني كان مأمن المسجد كله حوالي المسجد، فقمنا تحركنا لشعبة العمل الخاص، استخبارات تابعة للسلاح المدرعات. فمكست هناك يوم كامل، القصة كلها عبارة عن ضرب، ما في أي كلام، ما في أي حاجة، ضرب على أساس إنه أنا أعترف بالشي الحاصل. بقول لي يا أخي أنتوا زول اللي قتلتوا ده ما دارين تتكلموا بيه. قلت لهم من قتلنا؟ نحن ما في شنو يعني، أنا قاعد وين ذاته، أنا ما أعرف نفسي. الأسرة اتصلت على كم جهة على أساس إنه تعرف أنا وين. فالموضوع بقى بالنسبة لهم صعب جدا، قاموا رحلوني طوالي للتحقيقات بحري يوم 3/8. ما وشي ما كان ظاهر، ما عرفت انا ذاته كنت قاعد وين بالضبط. في ضابط برتبه عقيد فبيتكلم معاي وانا كنت مقبل على الحيطه، فقال لي بدل ما تنظر ما تعال لي، حاول انت تساهل معانا في الاجراءات بتاعت الاستجواب ويتكلم الحقيقه. فجيت قلت له حقيقه شنو، انا ما عندي اي علم انتوا بتتكلموا في شنو، في شنو الحاصل، شنو اصلا انا ما عارف. فقال لي هنا بعد ده احنا هنستخدم معك اساليب ثانيه، انت ما بتقدر تتحملها. فبقيت انا ساكت ما عارف حاجه، فقام هو طوالي طلع. بعد ذاك جه العقيد فبقى بيتكلم معي، قال لي يا اخي خليك هادي، خليك ريلاكس، كل المطلوب منك انك انت تعترف بالشي الحاصل. انت كنت يوم 8/3 قاعد في الموكب، وانت اول واحد قشرت على اول واحد ضربت المرحوم بالكرسي. فجيت قلت له كرسي شنو ضربت منه، في شنو ذاته؟ قال لي يوم 8 مارس. قلت له 8 مارس انا اصلا ما كنت موجود في الموكب ده. قال لي لا كنت قاعد موجود، عندنا لك فيديو، في زول ذاته قال شافك بعرفك تماما، وهو ذاته ادلى بانه يا اخي انت كنت موجود داخل الموقف ضربت بالكرسي. قلت لهم يا اخي جدا ما في اشكال، ورونا زول ده منه. فلو قال كده بعد ذاك نمشي الموضوع لاجراءات قانونيه، امشي المحكمه. فقال لي يا زول ما اتكلم معك كلام كثير، قام طلع. بعد ذاك جات قوه بقت تضرب فيني، ضرب ورابط ال4 ساعات، ضرب متواصل، فبيضربوا فيني. بعد ذاك بيجي الضابط العقيد ده فبيقوم بيتكلم، بقول لهم يا اخي زول ده ما تضربه على اساس انه هو ما داير يضرب، لكن هو القصص كلها محرقه. يا ضابط، الضابط ده ضابط عنيف جدا، ما عنده اي اسلوب، كلامه كله كلام سيء شديد، بألفاظ نابيه جدا. جاب طوال افراد معه واللي هو بيجوا بينتهكوا في 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 خصوصيتي، ودار يكسر عيني يعني زي ما بقولوا، احنا هنعمل لك الممارسات كيت كيت، باعتبارهم يا اخي انتوا عملتوا المرحوم ده كده. فبقينا قاعدين، بقينا قاعدين فتره طويله. تاني بعد ذاك ودونا تاني لقاضي تاني، فنفس التفاصيل، قرا الاحداثيات البلاغ وشاف انه ما في بينه، قال يا اخي انه انا بديكم يومين فقط. الفتره بعد يومين لو في بينه انا حول الملف ده لمحكمه طوالي، حولونا طوالي للهدى. الهدى دي سجن معروف يعني فيه تكدس بشري هائل شديد، يعني زي ما بقولوا كده مخزن بشري، يكون اي سجين يكون قاعد هناك من غير ما يتوجه للمحكمه، من غير ما النيابه تعرف ذاته النازل قاعدين هنا على اساس شنو،
مارسوا علينا كل التعذيب طول الفترة. قعدنا نحن في سجن الهدى ورابط 21 يوم. بعد ذاك حولونا للمحكمة، محكمة الوسط، حددوا لنا الجلسات يوم يوم 21/9. كان في كمية من القوات الأمنية، حولونا لسجن كوبر. طبعا كان ممنوع إنه نحن نتكلم ونشتكي، يعني بهددونا ذاته إنه ما نشتكي للقاضي. بعد ذاك القاضي مشى في إجراءات تانية اللي هو استماع الشهود، فقالوا ان احنا عندنا قرابه 30 شاهد. فجلسنا الجلسه اللي بعدها اللي هو جه شاهد الاتهام الاساسي ده، اول ما جه وقف ادى القسم، مولانا بيساله في التفاصيل الاجرائيه الطبيعيه دي، هو كان مرتبك جدا، فمولانا حس بالارتباك بتاعه ده، فقال له يا اخي انت في شنو؟ كل مره الثانيه بتقول يا اخي انه انا خريج من جامعه الخرطوم، مره تقول انه انا قريت معهد، مره بتقول انه انا ساكن في حته فلانيه، ففي في شيء مالك انت؟ فبقى بقول له يا مولانا يا اخي انا صراحه مهدد، انا خايف، انا حاليا جاي من الحراسات، انا ما جاي من بيتنا. فمولانا قال له يا اخي كده تكلم، انت حاليا في حمايه المحكمه، ما تخاف قول اي حاجه. قال له يا مولانا انا معذب، انا ضربوني وعرضوا علي انه انا اكون شاهد ملك وعذبوني تعذيب شديد. فمولانا قال له يا اخي عندك اثر تعذيب؟ قام وراه فعلا لقى في اثر تعذيب في جسده. فقال له يا مولانا انه انا نازل ابدا ما بعرفهم، انا ما بعرف اي زول في الشباب دي. فحصلت ربكه ذاته في افراد الاسره بالنسبه لاولياء الدم، حسوا بانه القضيه دي تلفيق بالنسبه لهم وصيانه سمعه بالنسبه لولدهم ذاته. لكن برضه افراد الاسره استمروا في الجلسات، كانوا بيستمعوا، جابوا الطبيب، الطبيب نفى تماما انه ما في اختصاب. فقرار الطبيب جاء في مصلحتنا نحن، التقرير بتاع الطبيب. اتفاجئنا تماما في الجلسه اللي نحن جينا فيها انه اولياء الدم. قالوا يا مولانا يا اخي احنا دايرين ننسحب من القضيه دي ودايرين نتنازل عن اجراء القضيه دي. سالنا مولانا ذاته مباشره انه يا اخي في مزول كان قاعد من 8، طيب وجه لكم التهمه على اساس شنو؟ فنحن تكلمنا مولانا بشكل مباشر انه يا اخي احنا ما عندنا علاقه بالمرحوم ده ولا عندنا علاقه ببعض اساسا في الجريمه بتاعت ال 130. هو موجه لنا كانت التهمه بتاعت اشراك جنايه، فهم دايرين يوضحوا للمحكمه انه احنا في سابق معرفه بيننا، العمليه دي ما تمت ساي، في اتفاق مباشر مع بعض دبرنا وخططنا على اساس انه نقتل المرحوم ده، هم ده كان هدفهم الاساسي. فنحن وضحنا لمولانا احنا ما بنعرف بعض، عرفنا بعض في في في, في القضيه دي. فبعد ذاك هو حدد الجلسه بتاعت قرار توجيه التهمه اللي هو كانت اليوم. مولانا عرض الحيثيات بتاعت البلاء وذكر التفاصيل بتاعت البلاء. فمن خلال حيثياته كان بيقول انه يا اخي الاستخبارات العسكريه دي عندها دور كبير جدا في التلفيق، وهم كانوا هم المخططين للعمليه دي. فكانوا المحل للمحامين بتاعنا انه الناس دي لازم يتم محاسبتهم ويتم حسابهم بشكل مباشر. طلعنا بالبراءه كلنا 8، فرحه البراءه فرحه ما بتتوصف ابدا. فرحنا مع افراد الاسره وفرحنا مع الشباب. الغضاء انصفنا تماما. القاضي ذاته كان حازم جدا، وكان قراره كان حازم جدا بشكل مباشر، يعني حتى ذاته هو ما كان بده اي فرصه لهيئه الاتهام انها هي تتنصل وتتاخر على القضيه دي على اساس انه احنا ما نقعد. حتى كان كل مره ثانيه بالمحلم انه في ناس هنا ابرياء، فنحن بنطالب زي ما صورتنا سلميه حنحافظ على سلميتنا دي لاخر نفس لاخر قطرات الدم. نحن حنكون متمسكين بالسلميه دي، ما في اي حاجه بتهزنا حتى ولو هم مارسوا علينا ابشع انواع العنف. نحن هنكون سلمين، دي وصيه اخواننا اللي استشهدوا قبالنا، رفاقنا اللي هو ربنا رفعهم بجواره، انه كان بيلوح بيدينه قدام شعر ال 40 قدام قوات امنيه بتاعت جهاز امن، هو كان رافع بالسلميه دي. فنحن ما حنتنازل ابدا عن سلميتنا دي مهما حاولوا يورونا للعنف، نحن ابدا ما حنتمسك باي ادوات بتاعت